تيسبريس.com. شكرا موقع تيسبريس، شكرا سي حسين على التغطية الإعلامية اللي كتقوم بها لحفل التميز التي تنظمه جامعة أربعاء اسمك لفائدة أبنائها وبناتها، احتفاء بهم وتشريفا لهم وتكريما لهم بالنتائج المحققة والنتائج الإيجابية المحققة على مستوى المستويات الإشهادية سواء على مستوى السادسة ابتدائي أو إعدادي أو على مستوى البكالوريا. لابد أن نهني كل مكونات المجلس ونهني كل مكونات النسيج المدني الجمعوي بالجامعة الترابية رسمك، ونهني أباء وأمهات وأولياء التلاميذ على هذه النتائج. اليوم كما شاهدتم كما تعرفتم كذلك وقفنا على تكريم مجموعة من السادة الأساتذة والأطر التربوية اللي ساهموا في هذا التويج. كذلك تم تكريم أستاذين شابين لما قاموا به من خدمات جليلة في العملية التربوية، خاصة الأستاذ مبارك البازل اللي عنده واحد القناة تربوية اللي كينشر فيها ما هو تربوي، كذلك الأستاذ حسن كفو اللي استطاع أنه يحصل على الرتبة الثالثة على المستوى الوطني في برنامج مينيكرافت اللي هو واحد البرنامج مهم جدا. كنحيي المؤسسات الشريكة معنا، خاصة مؤسسة البنك الشعبي والبنك الشعبي والتمويل الأسعار، كنحييهم وكنشكرهم على دعمهم لهذا النشاط المميز الذي تم قيامه به بالجماعة. بعد ذلك إن شاء الله ستسهروا على موضوع مهم كذلك وهو المسرح. المسرح واحد المسرحية مهمة اللي جاتنا من المستوى الوطني، واحد المسرحية اللي سميتها سرح مشجونك اللي غادي يسهروا معها النساء وأبناء وبناتنا على مستوى الجامعة الترابية اللي رفعوا واحد الشعر وهو تقريب المسرح للعالم القروي والتعرف على هذا الفن اللي هو أساسي ومهم جدا. كنحيي كل مكونات المنظومة التربوية بالجماعة والشركاء ديالها بما فيها الفيدرالية جمعية الآباء، بما فيها جمعية المجتمع المدني، بما فيها المجلس الترابي. كما كتعرفوا أن المجلس الترابي عنده واحد الفلسفة ولا واحد الهدف الأساسي اللي كيعتبر منه وأن التربية والتعليم هي القاطرة الأساسية للتنمية، وبالتالي المجلس يخصص منح مقدرة ومهمة سواء للنقل المدرسي وهو من مجالس القلائل اللي كيخصص واحد المنحة مقدرة اللي كتبالغ 23 مليون سنتيم من أجل نقل أبنائنا وبناتنا على مستوى المدرسة الجماعية. كذلك واحد المجلس اللي كيوفر مجموعة من الهدايا والجوائز والدعم التربوي والدعم المادي لمؤسسات اجتماعية كدور طالب المستوى الجماعة، فنهني أنفسنا ونهني المنظومة التربوية بهذا الإنجاز. شكرا لكم على استضافتنا. تنميرت.